موضوع العراق أنا في تقديري الخطر الأول هذا الفكر الإسرائيلي الصهيوني. زين. الخطر الثاني هو ما يسمى بالهوم سكشواليتي، المثلية الجنسية. لا عبالكم هاي قصة عابرة، لا هي قاعد توصل في الثقافة المجتمعية بالسينما، بالمنهج المدرسي، غزو مرعب بالفعل، مرعب بالفعل، مرعب هذا. وحتى التفسيرات همينة طفيفة، أفلام كارتون، صح بكل فيلم بكل مسلسل، اللون المفضل هوليوود، صحيح، شيء مخيف. يعني مثلا انت عندك حفيد او ابن في لندن، يجي الام عمرها 5 سنين، يطلع من الروضة، يجي الام يقولها مام اي هاف ا كويشن، تقول له شنو مام؟ تقول له، يقولها اي ام ميل اور فيميل. اوف، نعم، اوف، اني ولد ولا بنية؟ انا ذكر او انثى؟ ذكر او انثى. هذا مدمر. أوف. هذا مدمر. المشكلة انا الان اسأل قياداتنا السياسية، بشرفك ايش قد دايخين بانه انا موقفي من الانتخابات شلون، وايش قد وايش قد دايخين بهذا الموضوع؟ هذا ما حد يمه، هذا ما حد يمه. احنا بصعوبه تقطع الانفاس، يلا صوت البرلمان على مشروع قانون هذا العقوبات الدعارة أو فتح تجريم المثلية أو شيء. أصلاً ممنوع تخلي هذا العنوان للقانون. صحيح. مستحيل. صحيح.